هشرح بس الناس كده بسرعه. اسلام هيعمل ايه؟ هيعمل لنا كون كاب بالشيتوس، هيعمل لنا كون كاب بالدوريتوس، وفي برضو كواس بشيتوس ودوريتوس، هيعمل لنا كون بالهاني، وعندنا بقى حاجتين برضو جداد خالص على الناس. أوي اللي احنا هنعمل حاجه اسمها كريسبي كون وفرايد كون. الفرايد كون ده نفس كونسبت الكورن دوج، بس بدل ما جواه هوت دوج وعليه عجينه، احنا عاملين اور اون سيجنتشر، واحنا اللي عاملين العجينه مختلفه تماما عشان حاجه تليق بالكورن. عجينه عليها جواها كوز ذره وعليها عجينه، وممكن تحط عليها كاتشب، مايونيز، ماسترد. حلو قوي ده. بالظبط ده توبنجز. فده الاسلام هيعمله دلوقتي، كل شويه كده هقول لكم. انا دلوقتي باكل الذره الحلوه عليها جبنه شادر وعليها جبنه سايحه خطيره. بالظبط ده واخد ملح وزبده وتشيز وجبنه تحفه. ها كمل. طيب طيب نرجع بقى للبوينت بتاعه الوظيفه والبرايفت بزنس. تمام. ده ايه ده؟ مكرير دوريتوس. تمام. ده عليه السبايسز ثانيه شويه. حاجه ده بقى الدوريتوس. والله يا جماعه انا متدلع واقف كده، قول اللي انت نفسك فيه انا سايبك. بس فكره اللي انا لما جيت كنت شغال في كوربريت عادي جدا، قررت ان انا افكر شويه زي الشباب اللي بتفكر دلوقتي، اللي احنا نبتدي نعمل حاجه اوتسايد ذا بوكس تماما. واكيد طبعا ما فيش حد هيختلف ان فكره البرايفت بزنس عند كل الناس، وكل الناس عايزه تبتدي تفتح برايفت بزنس. فانا في الاول ما كنتش عايز ريسك بحياتي كلها، وبما كنت داخل على خطوبه والحاجات دي كلها، فما كنتش عايز ابتدي اريسك ان انا اسيب الشركه وابتدي افتح. فانا كانت اول اكسبيرينس ليا في الفود اندستري اللي انا ابتديت، فتحت عربيه فول كانت في الشيخ زايد وعجبتني قوي. عربيه فول كانت في رمضان بس، وكنت ساعتها موظف عادي جدا مهندس. فطبعا مع شغل هندسه مع فكره انت تفتح برايفت بزنس شبه مستحيله، انت عندك بتبقى شغل كتير قوي، ستريس طول الاسبوع، الكلام ده كله، فكان من الصعب ان انت تعمل حاجتين مع بعض. يعني لا بقى الشيتوس. كمل كلامك عادي جدا واحنا معاك. استنى بس استنى بس يا مندوب، اصبر بس، استهدى بالله، استنى بس. لا وانت متوصي متوصي يا اسلام يعني. شفت. يعني حاجه كده عنب فاخر. بس انت ممكن تقلبه اكتر عشان تحس بيه يعني. حاضر. لا حاسس بيه وانا اسلام بيهتم بالبرزنتيشن شويه بس يعني ناكل بقى. لا حلو قوي والله. لا جديد يعني، هو فكره جديده وبعدين مسلي جدا، تحس كده. بالظبط. ما اعرفش بقى بيتخن ولا لا بصراحه. لا هو على فكره ممكن بيبقى هيلثي وممكن يبقى لان زي يعني اي حاجه. بالظبط. احنا الفكره كلها احنا عاملين بقول لك كل الفرايتيز للناس. الناس اللي بتحب كورن هتيجي تاكل الكورن، الناس اللي بتحبش كورن هتيجي برده تاكل الكورن وتحبه. اسلام بقى بيعمل ايه ده؟ التشيلي صوص. الناس اللي عايزه فرايد هتاكل فرايد، الناس اللي عايزه طالعه من الجيم بياخد الكورن مسلوق من غير زبده من غير ملح من غير اي حاجه، وهيبقى بالنسبه له هو هيلثي اصلا. احنا اول بالظبط احنا الكاب دي بنتكلم في 80 كالوريز بير كاب، فاللي هي ولا حاجه. وفي نفس 80 الوقت 80 سعر حراري. بالظبط. وبرده الناس معرفش يعرفها لا، بس الكورن فيه فايبرز فبيلكم شويه الواحد فبيشبعه، في الالياف فبيلكمه. بالزبط. فبيشبعه، عشان كده ينفع بعد الجيم. وتقريبا انت بتقول ان في 80 سعر حراري في الكوبايه الواحده. بالظبط كده. بس ده اللي من غير ولا زبده ولا اي حاجه. من غير ولا زبده ولا ملح. الغد بقى المقلي يعني كل واحد وكيفه يبتدي. انت انا نمبر 1 بالنسبه لي اللي عليه تشيز. اوكي. اللي عليه جبنه، وبعد كده وبعد كده ده، وبعد كده ده ايه بقى؟ يا سلام. بس خلي بالك ده سبايسي شويه، بتحب السبايسي ولا لا؟ يا باشا متأكد؟ يا باشا احنا عيب عليك. ناس كتير قبليك. عيب عليك. انا بقول لك ماشي. عيب عليك، ما انا بقلب اهو بجيب اللي معليهوش فوق علشان ايه؟ طب وايه تاني؟ بتعمل ايه يا اسلام؟ خلاص كفايه كفايه يا باشا كفايه. لا لسه لازم يديك خلي بالك انت رايك كل شويه هيتغير، يعني انت مع كل حاجه جديده هتبتدي حلو قوي. مش قلت لك؟ لا والله حلو قوي. بس برجع لك قوي قوي. احنا كده عملنا اربع حاجات. بالظبط. بس تصدق برضو ان نمبر 1 بالنسبه لي هو الجبنه. اوكي هجم. ها تاني عايز ايه؟ لا بس ده بقى بالعسل ده يعني. بص ريكومنديشن اسيبه للاخر خالص. استنى بس استهدى بالله كده، انا دلوقتي تعالى كده جنبي. تمام. انا عايز اعمل، قول لي اعمل ايه. طب تمام. اول طيب سيبك انا اقول لك انا اعمل ايه. اعمل ايه وهو يشتغل بقيه الحاجات الكريسبي والفرايد. انت في حاجه. انا عايز اخد الاكسبيرينس كلها. هتاخد الاكسبيرينس كلها. اهو بصوا يا جماعه ادي الجلافز اهو. ممكن بس يا اسلام بعد اذنك تعلينا الكريسبي والفرايد كوين. يلا ها اعمل ايه بقى بعد كده؟ انت حبيت التشيز، تيجي نجرب نعمل التشيز. سيبني انا هتصرف. طيب انت يوم ما اجي اعمل حاجه تقوم حاطط لي الحله في وشي. اختار يا باشا. ممكن بس طب تساعد اهو. تمام. انا دلوقتي اللي انا هعمله استنى بس ان انا هجيب الجبنه واعمل لها كده صح؟ لا دي مش جبنه. دي مش الجبنه، هيديك سكويز الجبنه. ما تجعوش قلبي بقى. هات
أوه. بس تعالى انت بقى جنبي كده عشان والله لعبت زي بص الفكره كلها اللي انت تبتدي بتسميها جارنش التشيز في الكوبايه من جوه اللي انت خليها ايوه كده عيب عليك أيوة. ده اسلامي يعني علمني علمني طيب كفايه بالظبط انت كده كارم الزبون اهو اهو حاطط كده عليها بالظبط حط بالظبط وقوم فوق ممكن لو حد مش عايز تشيز كتير بتبتدي تحط الكوين برضه بيبقى ده ريفيرل بيبتدي بقى تحط الكوين اللي انت عايزه بتملى بيه كوبايه وفي الاخر تحط توبنز احنا ليه حطينا في جوه عشان لما يجي يقلب يبقى الكوين كله من اوله لاخره فيه كوين ماشي ده برضه فكره ممكن نعملها بس يعني ده التاتش بقى بتاع حسام اهو بس كده ايه رايك عينك جميل تعالى اسلام كمل انا معاك خلاص كده استسلمت بسرعه دي لا ما خلاص بقى خد بالك بقى انا عايز اكل بصراحه بس يا جماعه بجد يعني ما شاء الله بجد حاجه تفرح يعني